عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير الإسكان لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع عرض وزير الإسكان عددا من المخططات المقترحة والتصورات لعدد من المناطق التي تأتي في إطار المشروع الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بافتتاح هذا المتحف العريق الذي يمثل افتتاحه حدثا يترقبه العالم. أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير رغبة مصر الجادة في تعزيز التعاون مع العراق، مؤكدا اهتمام الشركات المصرية بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والمدن السكنية ومحطات الكهرباء والمياه والمشروعات الصناعية بالعراق. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نقل كامل الوزير تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء العراقي والشعب العراقي الشقيق. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي أن هذه الزيارة تعد مصداقا للعلاقة الأخوية العريقة المصرية التي تمثل حجر الأساس في خدمة الشعبين المصري والعراقي، وتعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد، مشيرا إلى أن أبواب العراق مفتوحة لجميع الأنشطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على دور الوزارة في توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وخلال لقائه مع وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، أكد الخطيب أنه يجرى التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذه المشروعات وإتاحة المزيد من التيسيرات لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد لزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر. ومن جانبهم أكد وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية أن مصر تعد ضمن أهم 3 دول على رأس الأولويات الاستثمارية للمجموعة، مشيرين إلى أن استثمارات المجموعة في مصر تجاوزت 2,500,000,000 دولار، ويجرى العمل على توسعات جديدة بأنشطة المجموعة في السوق المصرية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية تطوير عقود الاستغلال التعدينية بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين، وذلك امتدادا لما تم من تطوير في مجال عقود البحث والاستكشاف. وخلال لقائه سفير أستراليا بالقاهرة، أكد وزير البترول أن منجم السكري للذهب في مصر يعد نموذجا عالميا متطورا للاستثمار التعديني يمكن تكراره. من جانبه أكد السفير الأسترالي بالقاهرة أهمية زيادة التعاون مع مصر وخاصة في مجال التعدين والهيدروجين والطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات الأسترالية للتعدين تولي اهتماما بالاستثمار في مصر وتتابع ما يشهده هذا القطاع من تطوير. أكد أحمد كوجك وزير المالية أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في إطار برنامج عمل الحكومة. وقال الوزير في أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال. أضاف الوزير أنه سيتم العمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي. أكد وزير العمل محمد جبران في ختام الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس المنعقد في روسيا أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواجهة تحديات ومتغيرات سوق العمل ودعم سياسات التدريب والتشغيل والتنمية المستدامة. وجدد الوزير تأكيده على أهمية التعاون بين دول البريكس لتبادل الخبرات والعمل المشترك من أجل تطوير آليات التعامل مع ما يشهده سوق العمل من تطورات تكنولوجية، وأيضا العمل على دعم كافة البرامج والسياسات المتجهة نحو ربط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل.
استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين السفير الفرنسي إريك شوفالي لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين واستعدادات الجولة الترويجية التي سيقوم بها جمال الدين لمدينتي باريس ومرسيليا. واستعرض جمال الدين الإمكانات الواسعة للمنطقة بما في ذلك المواني والمناطق الصناعية، وركز على فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية لا سيما في مجال الوقود الأخضر. من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن اهتمام الشركات الفرنسية بالفرص الاستثمارية المتاحة. وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة ميدانية لميناء السخنة لمتابعة أعمال التطوير. عقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماعا مع مسؤولي الشركة السعودية المصرية للتعمير لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. جاء ذلك في إطار اجتماعات الوزير الدورية مع شركات التسويق وتطوير العقارية. وأكد الشربيني خلال الاجتماع أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن تلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد أن عوض ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية فرانسين في الوقت الذي واصلت مخاطر فائض المعروض العالمي الضغط على السوق. على صعيد التداولات هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6% لتصل إلى 72 دولار و 80 سنت للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 68 دولار و 60 سنت للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.28% لتصل إلى دولارين و 22 سنت للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.8% لتسجل نحو دولارين و 11 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط في 2024. أكدت المنظمة في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 2,300,000 برميل يوميا في عام 2024، انخفاضا من نمو قدره نحو 2,110,000 برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي. كما خفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2025 إلى 1,740,000 برميل يوميا من 1,780,000 برميل يوميا.